وزير الخارجية سامح شكري يبدأ اليوم زيارة إلى ألمانيا في مستهل جولة خارجية تشمل أيضا بيلاروسيا ورومانيا. الجيش اللبناني يعلن وقف إطلاق النار مع داعش بالتزامن مع قرار مماثل من الجيش السوري وحزب الله في المنطقة الحدودية بين البلدين. ميليشيات الحوثيين تحاصر منزل الرئيس اليمني السابق ومقتل عقيد من قوات صالح خلال مواجهات بين الجانبين. الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. يبدأ اليوم وزير الخارجية سامح شكري زيارة إلى العاصمة الألمانية برلين في مستهل جولة خارجية تشمل كذلك بيلاروسيا ورومانيا. وخلال زيارته إلى برلين يبحث شكري مع نظيره الألماني زيغمار جابرييل عددا من الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الليبية وعملية السلام في الشرق الأوسط وسبل مواجهة الهجرة غير الشرعية. ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي للوزيرين. للمزيد من المتابعة والرأي والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ أيمن سمير، رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية. أستاذ أيمن، بنرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. الحقيقة جولة أوروبية جديدة لوزير الخارجية المصرية السيد سامح شكري بتشمل ألمانيا وبيلاروسيا ورومانيا، وبتأتي أيضا في عقب جولة سابقة شملت روسيا واستونيا وليتوانيا. يعني أهمية هذا التوجه المصري ودلالة هذا التوقيت؟ يعني أولا هذا يأتي في إطار العمل الدؤوب والمستمر من قبل وزارة الخارجية المصرية لفتح أفاق تعاون بين مصر وبين مختلف دول العالم، بداية من الدائرة العربية والشرق الأوسطية والدائرة الأفريقية وصولا إلى الدائرة العالمية والأوروبية. كما أشرت حضرتك، الوزير عاد توا من جولة شملت روسيا وليتوانيا وإستونيا، وهدفت في الواقع إلى حشد الدعم الدولي للمرشحة المصرية والأفريقية لمنصب اليونسكو. لكن جولة اليوم التي تبدأ بألمانيا لمدة ساعات ثم بعد ذلك رومانيا وبيلاروسيا تأتي في إطار البناء على ما تحقق بين هذه الدول ومصر. معروف أن في عام 2016 شهدت أكبر عدد من الزيارات الألمانية لمصر، تقريبا كل المسؤولين الكبار في ألمانيا زاروا مصر في عام 2016، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير المخابرات. وتوجت هذه الزيارات بزيارة المستشارة ميركل في مصر لمصر في مارس 2017. وطبعا هذه الزيارة جاءت في العام الانتخابي الألماني، معروف أن الشهر القادم سوف يشهد الانتخابات البرلمانية والتشريعية في ألمانيا، ويتنافس فيها الحزبين الديمقراط المسيحي بقيادة ميركل والديمقراط الاجتماعي بقيادة مارتن شولتز، والذي ينتمي إليه وزير الخارجية زيغمار جابرييل. وبالتالي وجود الوزير المصري في هذا التوقيت في ألمانيا واتصالاته مع جميع أطراف العملية السياسية يضمن الحفاظ على المصالح المصرية الألمانية في الفترة القادمة بغض النظر عن من الفائز، سواء كان الحزب الديمقراطي المسيحي بقيادة ميركل أو حزب الديمقراطي الاجتماعي بقيادة مارتن شولتز. الأمر الآخر أنه خلال زيارة المستشارة ميركل لمصر في مارس الماضي تم التوقيع على عدد كبير جدا من الاتفاقيات والبروتوكولات. هذه الاتفاقيات تحتاج مزيد من المتابعة، وبالتالي تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة ما تم إنجازه والحرص على تنفيذ ما تبقى من هذه الاتفاقيات والبروتوكولات. الأمر الآخر يتعلق بالملفات الإقليمية. معروف أن ألمانيا كانت أقرب لموقف الرباعي العربي فيما يتعلق بالأزمة بين الرباعي العربي وقطر، لأن ألمانيا في 2016 و2017 كانت من أكثر الدول الأوروبية التي تألمت بفعل العمليات الإرهابية التي وقعت في ألمانيا، وأشارت الصحافة الألمانية إلى علاقة مباشرة بين شخصيات قطرية داعمة للمتطرفين في ألمانيا في هذا الشأن. وبالتالي دراسة ملف الإرهاب ومنع تمويل الإرهابيين ملف مهم جدا على المباحثات بين شكري ونظيره الألماني. يضاف إلى ذلك أن هناك تقارب كبير في وجهات النظر المصرية والألمانية فيما يتعلق بضرورة أن يكون هناك حل سياسي في سوريا
وتفعيل اتفاق الصخيرات في ليبيا بما يضمن وصول السلاح إلى الجيش الوطني الليبي ورفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني منذ مارس 2011. أما فيما يتعلق في بيلاروسيا ورومانيا، ربما لأول مرة في تاريخ العلاقات المصرية الرومانية التي يعني لها أكثر من 110 سنة أن يحضر وزير الخارجية المصري اجتماع الدبلوماسيين الرومانيين. وزير الخارجية سوف يكون ضيف الشرف في هذا الاجتماع وسوف يلقي الكلمة الرئيسية، مما يؤكد على قوة وزخم هذه العلاقات بين مصر ورومانيا. طبعا فيما يتعلق ببيلاروسيا، كان رئيس البيلاروسي كان في زيارة للقاهرة وتم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات، منها اتفاقية لآلية التشاور السياسي بين الدولتين. وفي اعتقادي هذه الاتفاقية في غاية الأهمية لأنها تتضمن دعم كل من مصر وبيلاروسيا لترشيحات كل دولة في التجمعات الإقليمية والدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة. أستاذ أيمن سمير، رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية، بشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة وعلى هذه المتابعة. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إنه تم إختار الوزير سامح شكري بقرار تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر في اتصال من نظيره الأمريكي بعد صدور القرار وقبل ساعات من إعلانه. جاء ذلك ردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول صحة ما تردد بشأن علم الحكومة المصرية بقرار الإدارة الأمريكية تخفيض جزء من المساعدات المقدمة لمصر سنويا قبل فترة من صدور القرار. وأكد المتحدث عدم صحة ما يتم ترويجه في هذا الشأن، وقال إن الوزير سامح شكري تلقى اتصالا من نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون مساء الثلاثاء 22 أغسطس وهو في مطار مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في طريق العودة إلى القاهرة. دشن البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارين مرقس، والتي تعد أول كنيسة قبطية في اليابان. تأسست الكنيسة العام الماضي على يد الأنبا دانيال أسقف سيدني لخدمة بعض الأسر القبطية المصرية والإثيوبية والإريترية. ووجه البابا في عظته خلال التدشين الشكر لحكومة وشعب اليابان على رعاية الكنيسة، معربا عن سعادته بافتتاح أول كنيسة مصرية في اليابان. تعد زيارة البابا توادروس الثاني هي الأولى لبطريرك قبطي في تاريخ الكنيسة المصرية لليابان. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة الحالة 11 بالأراضي السعودية لمواطن يبلغ من العمر 63 عاما. من جانبه أشاد المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس البعثة الرسمية المصرية للحج للعام الحالي بالخدمة الطبية المقدمة للحجاج المصريين والنظام الإلكتروني الجديد الذي تم إنشاؤه لأول مرة. بهدف توفير سبل الراحة كافة لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أثناء أداء المناسك، قام رئيس بعثة الحج الرسمية بتفاقد مقر البعثة الطبية المصرية للوقوف على مدى جاهزيتها في إتاحة الخدمة الصحية للحجيج ومتابعة خطة البعثة الوقائية والعلاجية بأماكن إقامة الحجيج. البعثة كلها هتبقى مقسمة إلى مجموعات، وكل مجموعة بتلف على مدار اليوم على كل البعثات الحج اللي موجودة، وبيبقى في اجتماع يومي اتفقت معاهم بنستعرض كل لجنة عملت ايه وايه المشاكل اللي صدفتها. في مشكلة مع وانا موجودين الصبح على طول في احد شركات السياحة، جبنا رئيس الشركة وابتدينا نتعامل مع هذه المشكلة. كان اهم حاجة اجي لمقر وزارة الصحة والفريق الممتاز اللي موجود، والحقيقة انا بشكر وزارة الصحة على الشغل المميز جدا، لان انا كنت قبل ما سافر ابتديت بتلقى تقرير يومي من الدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة وزارة الصحة على كل اللي بيتم على مدار اليوم،
ويمكن كنت حابب برضه اطمن بنفسي على العمل وده وازاي منظومه العمل اللي موجوده. يمكن احنا داخلين في منظومه مميكنه للموضوع عشان نبقى على مدار الساعه كل العيادات اللي موجوده على مستوى مكه والمدينه متربطه مع بعضها، وبالتالي اي كله بيسمع مع بعضه وكله عارف ايه المشاكل الموجوده وكل التحديات. وهو اكد لي على برضه منظومه التفتيش المفاجئ اللي الفريق المركزي هنا بيعملها على العيادات دي عشان يطمن ان هو العمل كله بيتم على افضل وجه. كما قام رئيس بعثه الحج الرسميه بتفقد البعثه النوعيه للتضامن الاجتماعي والاستماع الى شكوى وانطباع الحجاج في كيفيه تقديم الخدمه، اضافه الى تفقد عيادات البعثه الطبيه بمقر اقامه الحجاج. شايف قد ايه غرفه العمليات قادره تتابع كافه العيادات ال 37 عياده اللي شغالين دلوقتي لحظيا بدخول الحالات والمرضى بيشتكوا من ايه والادويه اللي بتصرف ليهم، كل ده بيتعمل بصوره لحظيه، والتقارير اللي بتطلع بصوره دوريه من هذا البرنامج اللي بتدي فرصه لمتخذ القرار ان احنا كفريق عمل مركزي نقدر نتدخل بطريقه سريعه، بيبقى في تعامل سريع مع اي حاجه بنشوفها اذا كانت احتياجات ادويه، لو في شكوى من احد المرضى من الخدمه الطبيه في اي موقع بيتم التعامل معها فورا. الخدمات على اعلى مستوى من الجوده، والناس الدكاتره في البعثه الطبيه اكفاء، وكل الناس الممتازين، وزاره التضامن عامله شغل عالي جدا جدا. ربنا يبارك في البعثه المصريه وكل البعثات، وربنا يتم لنا الحج على خير ان شاء الله. ناس كويسه جدا محترمين و... خدمة ممتازة بصراحة. مع اكتمال تفويض الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة، إجراءات غير عادية يتم اتخاذها على المستويات كافة بين البعثات النوعية لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الحجاج أثناء أداء المناسك، فالكل في صراع لينال شرف خدمة الحجيج. من العاصمة المقدسة مكة المكرمة، محمد حلمي، النيل. نفذت السلطات السعودية تجربة محاكاة لاحتمال تدافع حجاج بالقرب من منشأة الجمرات بمشعر ميناء ضمن تجارب عملية لرفع درجة الاستعداد لكافة الجهات المشاركة في حج هذا العام. كانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق وصول 1.5 مليون حاج إلى الأراضي المقدسة بزيادة قدرها 33% عن العام الماضي. أعلن الجيش اللبناني وقف إطلاق النار في معركة فجر الجارود ضد تنظيم داعش الإرهابي على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، في حين نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني أن الجيش اللبناني بدأ مفاوضات مع التنظيم الإرهابي عبر وسيط بشأن مصير 9 عسكريين مختطفين لدى التنظيم. تزامنا أعلن الجيش السوري وميليشيات حزب الله قرارا مماثلا في القلمون الغربي وسط أنباء عن دخول حزب الله المنطقة لكشف مصير العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى داعش. بعد أسبوع من الاشتباكات الدائرة على الحدود السورية اللبنانية، أعلن الجيش اللبناني وقفا لإطلاق النار في معركته فجر الجرود على الحدود الشمالية الشرقية ضد تنظيم داعش الإرهابي. وفي الوقت نفسه أعلن الجيش السوري وميليشيا حزب الله اللبناني أيضا وقفا لإطلاق النار في حملتهما ضد تنظيم داعش الإرهابي بالقلمون الغربي الواقع على الحدود اللبنانية، وذلك في إطار اتفاق شامل لإنهاء المعركة ضد داعش في هذه المنطقة. كان كل من الجيش اللبناني من جهة والجيش السوري وميليشيا حزب الله من جهة أخرى قد أطلقوا هجومين منفصلين ولكن متزامنين ضد جيب لتنظيم داعش يقع في المنطقة الحدودية المتداخلة بين سوريا ولبنان. وأعلن كل من لبنان وحزب الله تحقيق مكاسب مهمة ضد مسلح داعش، حيث تم دفع التنظيم للتقهقر إلى جزء صغير من التلال القاحلة على الحدود. من جانبه أوضح الجيش اللبناني أن إعلانه وقف إطلاق النار في حملته على تنظيم داعش يهدف لإفساح المجال للمفاوضات المتعلقة بمصير 9 جنود لبنانيين مخطوفين منذ عام 2014، والجنود التسعة جزء من مجموعة من 30 عسكريا لبنانيا احتجزوا من قبل جبهة النصرة وتنظيم داعش بعد معارك عنيفة شهدتها بلدة عرسال اللبنانية الحدودية في عام 2014، وقد تم الإفراج عن 16 من هؤلاء العسكريين في 2015 بعد أن أعدمت جبهة النصرة 4 منهم وتوفي 5 متأثرا بإصابته. وأفادت تقارير إخبارية بأن عناصر من ميليشيا حزب الله دخلت بالفعل إلى القلمون الغربي
عقب إعلان وقف إطلاق النار للكشف عن مصير العسكريين اللبنانيين التسعة الذين تم اختطافهم من قبل تنظيم داعش. وشهد شمال لبنان إحدى أسوأ تداعيات الحرب في سوريا، وتسلل أثرها إلى داخل البلاد في عام 2014 عندما اجتاح تنظيم داعش وجماعات مسلحة أخرى بلدة عرسال اللبنانية الحدودية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الخبير العسكري العميد أمين حطيط. سيادة العميد، بعد التحية، وقف إطلاق النار جاء بعد استرداد الجزء الأكبر من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش في لبنان. هل يمكن القول إن الوضع التفاوضي الآن بخصوص العسكريين المختطفين أصبح أسهل؟ نستطيع أن نقول أن الأهداف التي ابتغتها العملية العسكرية المشتركة ما بين الجيش العربي السوري شرقا مع حزب الله والمقاومة والجيش اللبناني غربا، هذه العملية التي انطلقت تحت تسميتين مختلفتين لبنانية وسورية حققت أهدافها كليا، والآن المفاوضات تجري فقط من أجل إيجاد الجزئيات التنفيذية لاستسلام داعش. فداعش اليوم بعد هزيمتها الكبيرة مقابل الجيشين اللبناني والسوري المقاومة ومحاصرتها في مساحة لا تزيد عن عشر المساحة التي كانت تتمركز فيها قبل انطلاق العملية استسلمت وخضعت للشروط التي فرضت عليها، والآن البحث جار فقط بالجزئيات والدقائق التنفيذية لاستسلام داعش، وهي أمرين: الأمر الأول تسليم جثث أو الإرشاد إلى مكان جثث الشهداء اللبنانيين التسعة الذين كانوا مخطوفين لدى داعش، والأمر الثاني انتقال داعش إلى دير الزور في شرق سوريا. وبالتالي نستطيع أن نقول أن لبنان وسوريا بعملية عسكرية منفصلة شكلا متحدة مضمونا استطاعوا أن يحرروا الجرود القائمة عند السلسلة الشرقية للحدود اللبنانية السورية، ويجتثوا أولا جبهة النصرة ثم سرايا أهل الشام ثم داعش الآن، وبالتالي يكون قد طرد من المنطقة ما يقارب 2000 مسلح كانوا يسيطرون على مساحة تقارب 500 كيلومتر مربع. نعم سيادة العميد، هل مصير الجنود التسعة مؤكد أم أنه مجرد تكهنات؟ الواضح من التسريبات التي لم يعلن شيء رسمي حولها أن العسكريين التسعة منهم 8 استشهدوا ودفنوا في القلمون الغربي السوري، والآن ذهبت مفارز صحية مع مندوبي المفاوضات للكشف عن جثثهم، وهناك عنصر ثامن يبدو أنه التحق بداعش وانشق. سيادة العميد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة العميد أمين حطيط. سيادة العميد، على كل حال شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. أفادت مصادر المعارضة في سوريا بأن التحالف الدولي نفذ عملية إنزال جديدة في منطقة التبني الواقعة في الريف الغربي لدير الزور بسوريا. يذكر أن هذه العملية ليست الأولى، إذ أنه سبق للتحالف أن قام بذات العملية الثلاثاء الماضي قرب منزل عند ضفاف الفرات كان تنظيم داعش يستخدمه مستودعا للأسلحة والذخيرة. ويذكر أن ريف دير الزور يشهد عمليات إنزال مكثفة من قبل مروحيات التحالف لنقل عناصر من تنظيم داعش ينتمون إلى جنسيات أوروبية.
وفي الرقة قتل 75 شخصا من الجيش السوري وتنظيم داعش جراء الاشتباكات العنيفة في ريف المدينة الشرقي خلال 72 ساعة الماضية. وأفاد الناشطون أن طائرات حربية جددت قصفها في محيط جبل الشاعر ومناطق أخرى في البادية الشرقية بمدينة السخنة بريف حمص الشرقي، وذلك بعد سيطرة الجيش السوري على آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء السورية الوسطى. كانت مصادر محلية سورية قد وثقت مقتل نحو 230 مدنيا بسبب أعمال العنف الدائرة في مدينة الرقة خلال الشهر الحالي. أصدرت ميليشيات الحوثي قرارا بمنع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقيادات حزبه وأعضاء مجلس النواب من مغادرة صنعاء، وقامت بمحاصرة مقر إقامة صالح في صنعاء بإقامة نقاط تفتيش أمامه. وأفاد مراسل النيل بمقتل ضابط برتبة عقيد في القوات الموالية لصالح ومسلحين اثنين من المتمردين الحوثيين في اشتباكات غير مسبوقة جرت بين الطرفين في صنعاء الليلة الماضية. وقعت الاشتباكات بين الحليفين في حي جولة المصباح في جنوب العاصمة في محيط نقطة أمنية، وذلك بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين على خلفية اتهامات متبادلة بالخيانة. يبدو أن هوة الخلافات بين الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وحلفائه الحوثيين مرشحة للمزيد من التصعيد، وذلك بعد إقدام المتمردين على اعتقال عدد من المشايخ المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه علي صالح في محافظة البيضاء بسبب مشاركتهم في مسيرة ميدان 70 بمناسبة إحياء الذكرى 35 لتأسيس الحزب. كانت بوادر انشقاق غير مسبوق قد ظهرت إلى العلن بين صالح والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 2014، وصل إلى حد توجيه الحوثيين تهديدا علنيا للرئيس السابق واتهموه بالغدر بعدما وصفهم الأخير بالميليشيا. وعلى صعيد المعارك بين القوات اليمنية والحوثيين لقي 6 مسلحين من ميليشيات الحوثيين مصرعهم خلال اشتباكات اندلعت في محافظة الجوف شمالي اليمن. وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن القتلى ومن بينهم قيادي ميداني سقطوا خلال معارك في جبهتي حام ومزوية شمالية مديرية المتون غربي الجوف، مشيرة في الوقت نفسه إلى مقتل 2 من القوات الحكومية. في غضون ذلك تحطمت مروحية أمريكية خلال تدريبات عسكرية قبالة ساحل اليمن، وأوضح بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنه تم إنقاذ 5 من أفراد الطاقم في حين لا يزال البحث جاريا عن فرد سادس لا يزال مفقودا، مشيرة إلى أن تحقيقا سيفتح لمعرفة ملابسات الحادث. من ناحية أخرى اعترضت قوات التحالف العربي في اليمن 3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على المخا غربي محافظة تعز اليمنية. كان التحالف العربي في اليمن قد اعترض أمس صاروخا باليستيا أطلقه المتمردون الحوثيون على مدينة المخا للمرة الثانية في غضون 24 ساعة. أعلن قائد عمليات قادمون تل عفر الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله اليوم عن تحرير كافة أحياء مركز القضاء، مشيرا إلى أنه لم يتبقى سوى ناحية العياضية والقرى المحيطة بها. كان قائد عملية قادمون يا تل عفر قد أعلن أنه لم يتبقى سوى ناحية العياضية والقرى المحيطة بها لتحرير كافة أحياء تل عفر. بعد 7 أيام من انطلاق عملية تحرير تل عفر
بسطت القوات العراقية سيطرتها على معظم أحيائها بعدما أحكمت هذه السيطرة على وسط المدينة وقلعتها التاريخية. وأعلنت قيادة عمليات قادمون يا تل عفر تحرير 27 حي من أصل 29 في المدينة، مؤكدة أن المساحة المتبقية هي 500 كيلومتر. وأمام هذا التقدم لم يجد تنظيم داعش الإرهابي الذي انهارت صفوفه سوى اللجوء إلى عمليات قنص، بعدما كانوا يعتمدون على إرسال سيارات مفخخة وإطلاق قذائف هون. وأصبح بالإمكان إعلان النصر والاحتفال بتحرير المدينة قبل عيد الأضحى المبارك وفقا لقادة عسكريين. بوجه الحشود المتقدمة انهيار كبير وتقدم كبير، وإن شاء الله الإعلان عن تحرير تل عفر قريبا ويعلن من قبل القائد العام للقوات المسلحة. ولا تقارن مدينة تل عفر بالموصل من الناحية الرمزية ولا من حيث المساحة، لكن استعادتها تمثل ضربة كبيرة لعناصر تنظيم داعش في العراق وسوريا، لأنها ستقطع بحسب السلطات العراقية والتحالف الدولي الطريق على طرق إمدادهم بين العراق وسوريا. كان القسم الأكبر من أهالي تل عفر قد فروا من المدينة بعدما سيطر عليها داعش في عام 2014، وكانت تضم 200,000 نسمة غالبيتهم من التركمان. بانوراما النيل متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد أنباء الاقتصاد مناورات عسكرية في فنزويلا ردا على تهديد الرئيس الأمريكي بالتدخل العسكري في البلاد. وزير الخارجية سامح شكري يبدأ اليوم زيارة إلى ألمانيا في مستهل جولة خارجية تشمل أيضا بيلاروسيا ورومانيا. الجيش اللبناني يعلن وقف إطلاق النار مع داعش بالتزامن مع قرار ممثل من الجيش السوري وحزب الله في المنطقة الحدودية بين البلدين. ميليشيات الحوثيين تحاصر منزل الرئيس اليمني السابق ومقتل عقيد من قوات صالح خلال مواجهة بين الجانبين. وصلنا إذن لأنباء الاقتصاد في هذه البانوراما. أخبار المال والأعمال مع زميلة ميرفت المليكي، إليك. شكرا غادة وأيمن، وأهلا بكم مشاهدينا. وهذه الوقفة الاقتصادية لبانوراما النيل وأبرز ما فيها. وزيرة الاستثمار تتفق مع مستثمرين سعوديين على ضخ استثمارات جديدة في مصر بأكثر من 2 مليار دولار. أهلا بكم. اتفقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع مستثمرين سعوديين على ضخ استثمارات جديدة في مصر بنحو 2,150,000,000 دولار. جاء ذلك خلال لقائها مع الشيخ عبد الرحمن الشربتلي والشيخ فهد الشبكشي لبحث زيادة استثماراتهما المشتركة في مصر والتي تصل إلى نحو 3 مليارات دولار والتي تتسم بالتنوع. وأكدت الوزيرة أن مصر ترحب بكافة المستثمرين الراغبين في التوسع في الاستثمار بها، وتعمل على تسهيل كافة الإجراءات لهم خاصة المستثمرين السعوديين، وذلك في ظل قيام المجلس الأعمال المصري السعودي برفع سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص والسعودية. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
إن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في محافظة البحيرة تعد ثمرة تعاون مستمر بين الوزارة والمحافظة بهدف تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك بديوان عام المحافظة ومجالس مدن كفر الدوار ودلنجات ووادي النطرون، يرافقها الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمهندسة نادية عبدو محافظة البحيرة، وشيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأضافت السعيد أن المشروع يهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بصورة حضرية وسريعة ودقيقة من خلال شبكة الإنترنت. مشاهدينا، للمزيد من المتابعة حول زيارة وزيرة الدكتورة هلا السعيد اليوم لمحافظة البحيرة، ينضم إلينا مراسل النيل يوسف ياسين. يوسف ياسين، تحياتي. أولا، يعني أهم المشروعات التي افتتحها وزير التنمية المحلية اليوم في محافظة البحيرة. تحية لكم زملائي في استوديو الهواء وللمشاهدين في كل مكان. بالفعل منذ الصباح الباكر حضر السيد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية هنا إلى محافظة البحيرة في جولة تفقدية لعدد من المراكز الخدمية هنا بالمحافظة. كان في استقباله المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة، وقام سويا بزيارة قرية الجنيحة بمركز دمنهور، وتفقد الوحدة الصحية وأيضا مكتب التضامن الاجتماعي ومركز الشباب وإحدى المدارس للوقوف على جودة الخدمة المقدمة، وأيضا استمعوا لشكاوى المواطنين، حيث التقى وزير التنمية المحلية بالمواطنين ورؤساء المدن والقرى الذين بدورهم عرضوا العديد من الملفات واحتياجات الجمهور من الخدمات مثل الصرف الصحي والمياه وبناء مدارس جديدة لاستيعاب أبنائهم. من جانبه أيضا أكد وزير التنمية المحلية خلال لقائه ضرورة مواجهة الفساد داخل منظومة المحليات بكل حزم، موضحا أن الدولة المصرية لن تسمح بفوضى التعديات وإهدار المال العام. أيضا قام وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط هلا السعيد بافتتاح المركز التكنولوجي هنا بديوان عام محافظة البحيرة لخدمة المواطنين بشكل حديث ومتطور، إضافة إلى افتتاح وتفقد العديد من المشروعات الخدمية، وذلك بحضور السيدة شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأيضا السيد مدير أمن البحيرة والسادة أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والقيادات التنفيذية بالمحافظة، إضافة إلى رئيس جامعة دمنهور، وأيضا بمشاركة من قبل شباب البحيرة. من جانبها أكدت المهندسة نادية عبدو محافظة البحيرة أعلنت عن العديد من الإنجازات وافتتاح العديد من مشروعات الطرق والبنية التحتية والمدارس والمستشفيات، إضافة إلى بعض المشروعات الاستثمارية بمدينة رشيد. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الزميل ياسين سيف مراسل النيل في محافظة البحيرة. إلى أسواق المال، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا في تعاملات اليوم مستهل تداولات الأسبوع، حيث اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، في حين اتجه المستثمرون المصريين نحو البيع. وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2,900,000,000 جنيه، ليسجل 691,900,000,000 جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 121,000,000 جنيه. شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا في بداية تعاملات اليوم في عدد من البنوك، وطبقا لآخر تحديث استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي ليسجل 17.69 جنيها للشراء و 17.79 جنيها للبيع. شهد
شهدت واردات مصر من حديد التسليح تراجعا حادا بلغ نحو 74% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 263,789 طنا، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. كما شهد الربع الثاني أكبر نسبة تراجع لواردات الحديد حيث انخفضت بنحو 96%. وقد أرجع رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية الانخفاض إلى تردد أنباء حول في السوق عن اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق جديدة على الحديد المستورد، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد تحرير سعر الصرف. وقد بلغ إجمالي إنتاج مصانع الحديد خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3,100,000 طن مقارنة ب3.6 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2016، بنسبة تراجع بلغت نحو 14%. أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بتعليق العمل بقرار أحالة أكثر من 6,000 موظف إلى التقاعد المبكر في قطاع غزة. ويعمل غالبية الموظفين الذين كانوا أحيلوا إلى التقاعد المبكر في قطاعي الصحة والتعليم، ما سبب قلقا لمسؤول الإغاثة في القطاع حول تداعيات هذه الخطوة على مليوني نسمة يعيشون في المنطقة الفقيرة. وكانت السلطة الفلسطينية قد استمرت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 بدفع الرواتب لموظفيها السابقين بشكل دوري، لكن تم تقليص الرواتب بداية من هذا العام. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية وعودة للزملاء لاستكمال ما تبقى من بانوراما النيل. إليكم. شكرا لك مال. يواصل اليوم أكثر من 200,000 جندي و 700,000 من جنود الاحتياط مناورات عسكرية ضخمة في فنزويلا. كان الرئيس نيكولاس مادورو قد أمر بتنظيم هذه المناورات في منتصف أغسطس الحالي ردا على تصريحات ترامب التي تحدث فيها عن خيار عسكري محتمل في فنزويلا، مما أثار غضب مادورو. الشعب والجيش يدافعان عن الأرض والسيادة، هكذا كتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إذانا بإجراء البلاد مناورات عسكرية ضخمة وتعبئة عامة ردا على تهديدات واشنطن بالتدخل في البلاد. الاستعدادات العسكرية الفنزويلية يشارك فيها نحو 200,000 جندي و 700,000 من جنود الاحتياط والمدنيين المسلحين. وأجرت السلطات الفنزويلية تدريبات عسكرية على مستوى البلاد شارك فيها آلاف المدنيين للانضمام لجيش الاحتياط للدفاع عن هجوم أمريكي محتمل، بعدما حذر الرئيس دونالد ترامب باستخدام خيار عسكري لحل الأزمة السياسية في فنزويلا. غير أن البيت الأبيض استبعد عملا عسكريا أمريكيا ضد فنزويلا في الأمد القصير، وكان حضور السيدات لافتا في التدريبات العسكرية التي جرت في شوارع فنزويلا. نشعر أننا ندافع عن أرضنا، المدنيون، الشعب الفنزويلي هنا، ونحن سيدات لا نخاف ومستعدون، ونحن هنا نتدرب لمواصلة التقدم والدفاع عن فنزويلا. وأثرت التدريبات حالة من الحماس بين صفوف المدنيين. إنها تجربة تعزز ما يشعر به المرء، وهو الدفاع عن الأرض والاستعداد لأي شيء. نحن شعب مسالم، لكننا على استعداد للدفاع عن بلادنا بكل وبأي طريقة ممكنة. ولم تقتصر الشوارع الفنزويلية على التدريبات العسكرية، بل شهدت مسيرات حاشدة من المدنيين والعسكريين وصفت بأنها معادية للإمبريالية. لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 14 آخرون جراء الإعصار هارفي الذي خلف دمارا وفيضانات عارمة بولاية تكساس الأمريكية. يعد هارفي أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ عام 2005. وسط مخاوف من اجتياح فيضانات كارثية وسط ولاية تكساس الأمريكية، يستمر هطول الأمطار الغزيرة التي ترافق إعصار هارفي الذي يعد أقوى إعصار يضرب البلاد منذ 12 عاما. الإعصار خلف قتلى وجرحى وتسبب في دمار هائل وحرم مئات الآلاف من السكان من التيار الكهربائي على طول ساحل خليج المكسيك، حيث تقع أهم مصافي النفط الأمريكية.
وتشير الأرصاد الجوية إلى أن هارفي الذي تراجع ليصبح عاصفة استوائية مستمر للأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة مع احتمال هطول المزيد من الأمطار الغزيرة. في الوقت الحالي انقطعت الكهرباء ولا توجد مياه ولا مجاري، والعديد من مواردنا متوقفة حاليا حتى نعلم ما يحدث بالضبط، ونتوقع حاليا أمطار غزيرة وفيضانات مما سيسبب أزمة. العديد من الطرق التي تمر هنا أغرقها الفيضان، وبالتالي فإن العودة للمدينة قد يكون مشكلة ويتسبب في أذى. وخلال تفقد أحد مراكز الإيواء المؤقتة التي تضم عددا من المتضررين من العاصفة، أبدى حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبت مخاوفه من حدوث فيضانات كارثية. الآن وقد هدأت العاصفة وهي مصدر قلقنا الأول، تظل الفيضانات شديدة. وفق المعلومات التي حصلت عليها فهناك 20 بوصة من الأمطار في منطقة كوربس كريستي و16 بوصة في منطقة هيوستن، ومصدر القلق الأول هو احتمال هطول 20 و30 بوصة من الأمطار في المنطقة من كوربس كريستي إلى هيوستن. نظرا لشدة الفيضانات، إحدى النقاط الهامة هي استمرار البحث والإنقاذ. نود أن نقوم بما في وسعنا لحماية المواطنين من ارتفاع المياه. ويعيد الإعصار هارفي إلى الأذهان كارثة الإعصار كاترينا الذي تسبب في 2005 بكارثة إنسانية كانت حصيلتها أكثر من 1800 قتيل، فضلا عن تدمير أحياء برمتها في مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا المجاورة. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز وآخر أخبار الرياضة. أنباء الرياضة تأتينا بصحبة الزميلة إيمان الشيخ. أهلا بك إيمان. أهلا بكم. ختاما لبانوراما النيل إلى حضراتكم تذكرة بأهم العناوين. وزير الخارجية سامح شكري يبدأ اليوم زيارة إلى ألمانيا في مستهل جولة خارجية تشمل أيضا بيلاروسيا ورومانيا. الجيش اللبناني يعلن وقف إطلاق النار مع داعش بالتزامن مع قرار مماثل من الجيش السوري وحزب الله في المنطقة الحدودية بين البلدين. ميليشيات الحوثيين تحاصر منزل الرئيس اليمني السابق ومقتل عقيد من قوات صالح خلال مواجهات بين الجانبين. ختام بانوراما جاءكم من النيل في القاهرة. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.